أتحدث الآن بما شاء الله سبحانه وتعالى عن أمر مهم في الحقيقة يهم كل إنسان فينا، ألا وهو موضوع قسوة القلب، لأن هذا الأمر نبه الله سبحانه وتعالى عليه في العديد من آيات القرآن الكريم، وأنا أجد أن هذا الموضوع سبب لوقوع الإنسان في كثير من المغالطات في حياته، سواء في أموره الدنيوية وفي أموره الدينية، وهو سبب لانشغال الكثير من الناس عن عبادة الله سبحانه وتعالى وعن طاعة الله عز وجل، حتى ولو يؤدون العبادة والطاعة إنما يؤدونها بروح لا خشوع فيها ولا إقبال فيها على الله سبحانه وتعالى. قسوة القلب معناها غلظ القلب وشدته. الله سبحانه وتعالى يعني ذكر يعني هذا الأمر كما قلت في العديد من الآيات، من على سبيل المثال في قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. يعني تخيل أشد قسوة من الإيه؟ من الحجارة. فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. وقال الله سبحانه وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. ثم قال سبحانه: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فويل للقاسية قلوبهم، يعني الله سبحانه وتعالى يعني يتهدد بالويل والوعيد لمن قسى قلبه من ذكر الله سبحانه وتعالى وابتعد عن طاعة الله عز وجل. في آية سورة الحديد يقول الله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسق. فطال عليهم الأمد، يعني إنسان حينما يطول به الأمد وينشغل بالحياة فيقسو قلبه، وحينما يبتعد عن الأجواء الإيمانية وعن المسجد وهكذا فيقسو قلبه. كثير من الناس سبحان الله يعني طال عليهم الأمد مثلا هنا في أوروبا ولا في إيطاليا فقست قلوبهم، لأن حينما يكون موجود في بلده ربما يكون يعني موجود في المساجد باستمرار، موجود مع بيئة إيمانية، يشيع الجنازات، يشهد زيارة المقابر أو يذهب إلى المقابر في تشييع الجنازات فيحيى قلبه، لكن حينما يدور في 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 العمل فقط وينشغل بالدنيا فقط ويطول عليه الأمد هنا فيقسو قلبه، كما قال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ويقول الله سبحانه وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا وتضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. حتى الإنسان في حالة البأساء وفي حالة الضراء وفي حالة الابتلاءات مثل مثلا فيروس كورونا وخلافه، نرى الكثير من الناس حتى لا يتطعر، وربما حتى يشيع جنازة في مرة وبعد ذلك لا يتطعز لا بالموت ولا يعتبر بالموت ولا يعتبر بموت الناس من حوله ولا يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كان يعملون. دي يعني بعض من الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها قسوة القلب، وذكرنا قول الله سبحانه وتعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. من مظاهر قسوة القلب، يعني الواحد مثلا يقول: لا الحمد لله أنا قلبي حي وليس فيه قسوة، ولكن لما بتسمع مثلا المظاهر والأعراض، لأن ده مرض وأي مرض لابد له من أعراض بتظهر على الإنسان أو مظاهر بتظهر على الإنسان، مثلا واحد عنده مرض عنده مثلا صداع، هل الصداع ده اللي هو الذي في رأسي هل هذا عرض ولا مرض؟ غالبا الصداع ما بيكونش مرض، بيكون عرض يعني نتيجة لمرض آخر. فكذلك الإنسان لما بيصاب بقسوة القلب ربما لا يعرف هذا الأمر إلا حينما يذكره أحد به. فمن أعراض قسوة القلب الانشغال الدائم بالدنيا، الإنسان لا يفكر إلا في الدنيا ولا يلهس إلا وراء الدنيا ولا يفكر إلا في أمور الدنيا، وبالتالي بيكثر همه إنه بيدخل دائما في مقارنات بينه وبين إيه وبين غيره. وده واضح في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عيني
وفرق عليه شمله ولم يؤت من الدنيا إلا ما كتب له. وبالتالي لما بيلهس خلف الدنيا ولا يفكر إلا في الدنيا فبيتكاسل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد الكثير من الناس بعيدين عن المسجد، بعيدين عن الصلاة، يعني حتى ولو فرض كده مثلا في اليوم، ربما فجرا، ربما في العشاء، ربما كذا ربما كذا، لا تجدهم بعدما كانوا ما شاء الله يعني مستمرين ومستقرين على طاعة الله سبحانه وتعالى، مستقيمين على طاعة الله عز وجل، لأن طاعة الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى استقامة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا يعني دائما يسيرون على عبادة الله سبحانه، مستقيمين على طاعة الله، ده معنى الاستقامة. لا يرغون كما يقول سيدنا عمر، لا يرغون كما يرغو الثعلب، يعني مرة تلاقيه مرة ما تلاقيهوش مرة هكذا، يعني في الوقت اللي يقول له فيه راسه تعالى يجي، والوقت العبادة ليست هكذا. العبادة كما سنبين يعني لا تخضع لهواك، وإنما بتخضع لأوامر الله سبحانه وتعالى. أنت مأمور بعبادات معينة وبأوقات معينة تأتي فيها إلى بيت الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان لما بيتخلف عن الطاعة وعن أعمال الخير ويستمع للغيبة والنميمة وهذه الأشياء، فده من مظاهر قسوة القلب. لو وجدت فيك فاعلم أنك دخلت في هذا المرض.